واحنا بنتكلم على التعليم وان نظره الدوله للتعليم، لان العالم اتغير ومحتاج وظائف جديده غير اللي احنا بندرسها وغير اللي احنا خريجينا بيتمتعوا بيها، محتاج مهارات تانية خالص. فكره كمان التوجه اللي حاصل ان يكون في ربط ما بين الطلاب المصريين في اللي بيدرسوا في الجامعات في الخارج وتخصصات مهمه جدا، تخصصات مهمه. وكان كنا دايما بنستخدم مصطلح العقول المهاجره، الناس اللي بره عقولنا والطلاب واللي بقوا خريجين وبقوا في مراكز مهمه جدا، وبداوا الجامعات بره تستقطبهم ومراكز ابحاث تستقطبهم وشركات بره تستقطبهم، وبتتقطع الروابط ما بينهم وما بين الوطن ولا يتم الاستفاده بخبراتهم وما حققوه من علم. بالتالي بقى في تفكير ان يتربط هؤلاء بالوطن، يعني يكون في رابطه ما. وقدرت وزاره الهجره انها تعمل يعني مركز لشباب الدارسين بالخارج كمظله كده حواريه، يقدروا يتجمعوا من خلالها، يقدروا يتواصلوا مع الدوله المصريه من خلالها، لو في فرص منح، فرص عمل، افكار حتى بيطرحوها تطبق. فشيء الحقيقه مهم جدا. واحد من هؤلاء ضفنا على الهواء مباشره الان من هولندا، الاستاذ بيشوي ميخائيل، الطالب بكليه الرياضيات، كلية العلوم عفوا، جامعة أمستردام الحرة في هولندا. دكتور بيشوي، أو إن شاء الله دكتور طبعا يعني، أستاذ بيشوي مساء الخير، أهلا بيك. فالخير. ازي حضرتك؟ فالخير يا بيشوي. مساء النور. يعني إن شاء الله يعني فالخير، وتكون تكون الدكتوراه من نصيبك يعني قريب بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية. يا رب. إن شاء الله. أرجوك قول لي الأول، أنت تخصص علوم مش كده؟ كلية العلوم في أمستردام. كلية العلوم تخصص رياضيات. كلية علوم تخصص رياضيات. أيوه. ده ليه نظير هنا في كلية العلوم جامعة القاهرة مثلا يعني؟ أعتقد أيوه، بس ممكن يبقى في اختلاف في تقسيم المنهج، لأن الرياضيات فيها فروع كتير جدا. طبعا. فدراستي كانت بوجه عام بفروعها، وبعد كده اتخصصت في الداتا ساينس از ا ماينر يعني. هل ممكن كفرع الدقيق او الفرع يعني اللي هو الاكثر تخصص يعني؟ طيب، هل ممكن اسالك ايه الدافع اللي خلاك تروح تدرس الرياضيات في كليه العلوم في هولندا؟ هل ده كان عن قصد منك او من الاسره انك تدرس هذا الفرع في هذا المكان، ولا لظروف اخرى اجتماعيه مثلا؟ لا، هو ده كان شغفي اكتر، لاني كان بعد ثانويه عامه كان في مجموع كويس واستخسرته فدخلت هندسه، بس قدمت على كذا جامعه لحد ما يعني الحمد لله لقيت قبول من الجامعه اللي انا فيها دلوقتي. وكمان كانت ميزه ان المنهج كان لسه جديد، ف يعني ابديتد، علشان كده جيت ادرس هنا. ده اخدت الثانويه العامه سنه كام؟ 2012 2012 تقريبا يعني. تقريبا ثانويه عامه 2012. طب بالتالي انت كده المفترض انك كده خلاص اتخرجت من فتره يعني. في مصر كنت في تالتة عمارة، فكنت في السنة قبل الأخيرة قبل ما أجي هنا. ولما جيت هنا كان لازم بقى قبل ما أدخل الجامعة في شوية اللي احنا بنسميه المعادلة أو الحاجات دي علشان الجامعة تقبلني، وبعد كده دخلنا الجامعة. فعملت معادلة. طيب فرضا لو أكيد أنت بره، ومن خلال مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين دارسين في الخارج، بتشوف الجامعات الأهلية الجديدة، الجامعات التكنولوجية الجديدة، جامعات الذكاء الاصطناعي، كليات الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك يعني، وطبعا التطور اللي حصل في كليات الحاسبات والمعلومات، شايف أولا إزاي التطور اللي حاصل ده من عين يعني دارس مصري في الخارج يعني؟ طبعا متابع وطبعا منبهر، لأن في فرق لما أبص على حاجة من بره أنا مش متخصص فيها، ولما أبص على حاجة دي تخصص دراستي. كمان ليا اصحاب بيدرسوا في جامعه مثلا حاسبات ومعلومات، وعرفت دلوقتي ان تقريبا اتزود الاسم بقى حاسبات ومعلومات وذكاء صناعي. مظبوط. كمان انا من اكبر معجبين بدكتور طارق شوقي،
ولما شفته في مرة بنفسه بيشرح ماثيماتيكا اللي هي أول حاجة اتعلمتها كسوفت وير علشان نعرف نشتغل بيها، لقيته بيشرحها بنفسه للطلبة بتاعت الثانوية العامة. ف يعني كانت حاجة يا بختهم، كنت أتمنى دي تحصل على وقتي. تقدم كبير. من أكتر الحاجات طبعا اللي شدتني مثلا جامعة الجلالة، من حيث أعتقد إن التخصصات السناتر فيها يعني اللي فيها. من حيث التخصصات طبعا، ومن حيث طريقة السيستم الإدارة، إن في جوانب كتيرة كمان مش بس الدراسة، الطالب بيبقى منشغل بيها وبتبقى ممكن تعطله حتى لو طالب عبقري، زي السكن، زي تفاصيل كتيرة. لقيت إن الحاجات دي معمول حسابها ومعمول لها رؤية ومعمول لها خطة، فعلشان كده يعني تاني يا بختهم يعني. لو الزمن رجع بينا يا أستاذ بشوي ل 2012 وكانت الجامعات الأهلية دي موجودة، أو كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بهذا الشكل، والجامعات التكنولوجية، هل كان ممكن تعيد التفكير في السفر؟ لو كان التخصص الرياضيات ده اللي أنت درسته بتدرسه في هولندا لو موجود في مصر في إحدى هذه الجامعات أو الكليات، هل كنت هتفضل البقاء في مصر؟ 1000000%، مليون في المية. ودي النصيحة اللي بقولها لأي حد دلوقتي من قرايبي أو صحابي لسه مثلا مخلصين ثانوية عامة ولسه مازال مصطلح كليات القمة للأسف يعني في وعينا، فبقول يعني شيلوا بقى الكلمة دي من دماغكم، وشوف شغفك فين، الحاجة اللي بتحبها، دور كويس وقدم على كذا مكان وافهم الحاجة قبل ما تدخل. طبعا. يعني أنا دخلت كلية هندسة ومعرفش أصلا الأقسام دي بتاعت إيه زمان يعني. فبعد كده رجعت قريت كويس وعرفت ان التخصصات في مجالات تانية، عشان كده سافرت. بالظبط. هو طب من خلال تواجدك في هولندا وانت بتدرس رياضيات في كلية العلوم في امستردام، جامعة امستردام، شايف ازاي وظائف المستقبل، وازاي النظام التعليمي عندك في هولندا خصوصا الجامعي بيحاول ان هو يواكب احتياجات الوظائف في المستقبل؟ احكي حاجة سريعا، أرجوك. ان في اول سنة يعني كنت برضو حابب اني اتقدم على الناس اللي بتدرس زيي، ما بقاش مجرد طالب في سنة اولى، فحاولت ان انا اقدم بقى تدريب في الشركات الكبيرة، جوجل مثلا ومايكروسوفت والحاجات الكبيرة دي. بس كان معظم الفيدباك او لما انا بقدم وبيطلب مني نشاط اضافي جانب الدراسة، ما عنديش حاجة عملتها يعني، ما مليتش السي في بمعنى صح. ففي نفس هناك الوقت جالي دعوة بيطلبوا بتاعت نشاط انتخابات اتحاد اجتماعي، الطلبة. بيطلبوا نشاط رياضي، النشاطات الخيرية والكشافة، واحنا ما عندناش ده. ده مظبوط، انا فاكر ان كان موجود في الجامعه في مصر، بس لاجل الامانه كان بالنسبه لنا حاجه يعني، اتحاد الطلبه دي بره مهم جدا. مش فاهم بيعملوا ايه ولا كده يعني. فلما حصل لقيت الدعوه بتاعت الانتخابات، قلت اجرب اشوف يعني لو جات كويس دي هتفيدني في كويس. السي في. وبعد ما دخلت لقيتهم بيقولوا لي لازم تبقى مع حزب عشان تكسب الانتخابات او كده، ما حبيتش ان اعمل الموضوع لاني مجرد بجرب يعني. تمام. فدخلت من غير حزب، ربنا يعني كرمني، طلعت الاول في انتخابات، عظيم. وبعد كده انتخابات داخلية على مين الرئيس، مين النائب الرئيس، مين امين الصندوق. فكان في اجماع ان دايما الرئيس بيكون هولندي علشان في مستندات قانونية بالانجليزي وبالهولندي. بالمناسبة انا دراستي انجليزي، فلحد دلوقتي انا ما بتكلمش لغة البلد بطلاقة، تمام. بس الموضوع يعني طيب انا استفزني كنت كتحدي عايز، يعني، ليه ما جميل اقدرش اعملها؟ وده يشرفنا وده شيء نفرح بيه طبعا، ولكن عايز اسالك على تخصصات المستقبل، الذكاء الاصطناعي، الحاجات اللي هي الجديده اللي احنا عاملين. انا مش متخصص في الهندسه طبعا اكيد يعني، ولكن بنسمع على تخصصات جديده ما كناش بنعرفها قبل كده. شايف ازاي النظام التعليمي الجامعي خصوصا في هولندا بهيئ الطلبه لده؟ وده السبب اللي بحكي لحضرتك ده، لاني لما بقيت رئيس اتحاد الطلبه حضرت اجتماع بيشرح لنا رؤيه هولندا في ال10 سنين الجايين بالنسبه للتعليم الجامعي، تمام. واتقال كده بالنص يعني ان اهم حاجه هيتم تركيز كل الاستثمارات فيها هو الذكاء الصناعي، لان هولندا حاطه هدف ان هي تبقى من اقوى الدول في العالم في الدراسه دي طبعا وتسبق الدول الباقيه. كلمة ذكاء صناعي كلمة شوية برضو فيها تفاصيل كتيرة، طبعا ولكن لو هنقول باللغة اللي أي حد ممكن من صحابي بسيط ممكن يفهمها، هو زي ما بنقول البرمجة بس داخلة بقى بتفاصيل أكتر، في أكيد. تقنيات أكتر، في algorithms أكتر.
أكيد المستقبل كله رايح لهذه المجالات، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتحليل البيانات والحوسبة، ويعني يعني مسميات أكيد أصدقاء حضرتك والشباب اللي بيسمعونا حتى هم في ثانوي دلوقتي أو في بداية الجامعة أكيد عارفين الكلام ده. أنا بشكرك شكرا جزيلا يعني الأستاذ بيشوي ميخائيل، الطالب المصري الجميل في المدرسة رياضيات في كلية العلوم بجامعة أمستردام، شكرا جزيلا لوجودك معنا.